السلام عليكم. واشنطن بوست: روسيا تستخدم مسيرات إيرانية في حربها بأوكرانيا. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا لديفيد إغناتيوس كشف فيه نقلا عن مسؤولين أمنيين غربيين بارزين قولهم إن روسيا بدأت باستخدام المسيرات الإيرانية الصنع في الحرب الأوكرانية. وبحسب المقال الذي ترجمه عربي 21، فإن إيران عرضت المشاركة في الشبكة المالية لمساعدة روسيا على تجنب العقوبات، وأضاف أنه ربما الدعم الإيراني بالنسبة لروسيا التي تكافح للحفاظ على زخم الحرب الوحشية التي مضى عليها 6 أشهر عاملا مهما في تغيير مسار الحرب. وقال مسؤول غربي: هذا ليس تحالفا تكتيكيا، ففي ظل رفض الهند والصين بيع أسلحة لروسيا، فربما تحولت إيران إلى أنبوب دخل الأسلحة والمال إلى موسكو. وأفاد مسؤولون أمنيون مختصين بإيران بأنهم الإيرانيون يعرفون حيل اللعبة، ويمكن أن تعتمد إيران على البنى التحتية الموجودة وشبكة الوهمية والمؤسسات المالية الأخرى في حفل تجنب العقوبات. وسيكون الدعم المالي الإيراني لروسيا أسهل لو تم رفع العقوبات بموجب اتفاق تقضي إلى إحياء الاتفاق عام 2015 يتم التفاوض عليها الآن بين واشنطن وطهران. ولكي تعزز القدرات العسكرية الروسية التي نبضت بسبب الحرب في أوكرانيا، فقد بدأت إيران بتسليم موسكو مئات المسيرات الانتحارية بحسب مسؤولي الاستخبارات. وربما كانت المسيرة جزء من سلسلة شهيد، وهي بحجم البريداثو الأمريكية، وقد استخدمتها إيران بنجاح في العراق وسوريا. ويزداد التوتر الأمريكي الإيراني حتى وسط الإشارات عن قرب توقيع صفقة بشأن البرنامج النووي الإيراني. ففي آب أغسطس 15 قامت الجماعة الموالية لإيران في سوريا بهجمات استخدمت فيها الطائرات بدون طيار ضد قاعدة الثنف جنوبي سوريا، ولم يصب أي جندي أو جندية أمريكية في الهجوم، لكنه كان تحديا جزئيا، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط أنها قامت بغارة استهدفت مواقع عسكرية في دير الزور تستخدمها جماعات تابعة للحرس الثوري الإيراني. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.